حقيقة بيع لحوم الحمير داخل محل الوجبات السريعة اللي خلق واحد ضجة كبيرة بزاف بزاف في السوشيال ميديا، لدرجة أن قاع الناس كيشوفوا هاد الأخبار هادي وكيتسألوا واش فعلا هادشي بصح. فخليكم معايا باش تعرفوا قاع التفاصيل. داول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأكادير خبر إقدام السلطات المختصة بنفس المدينة على إغلاق محل بيع المأكولات الخفيفة بسبب القيام ديالو ببيع لحم الحمير ضمن المأكولات الموجهة للاستهلاك. فذكرت أحد المصادر بأن هذا الخبر عاري من الصحة، موضحة أن سبب الإغلاق راجع لعدم توفر المحل على رخصات الاستغلال. فاستغرب عدد من المتابعين للشأن المحلي بمدينة أكادير تناسل مثل هذه الإشاعات اللي كتضرب سمعة المدينة اللي كتعتبر من الوجهات السياحية الكبيرة. صراحة بزاف ديال الناس كيبقاو يقولوا من راسهم كيخلعوا الناس. صراحة هادشي اللي كيديروا راه خايب بزاف، والله ديما خلق يا ربي. فحتى لهنا متابعينا الكرام كنكون وصلت نهاية الفيديو، جبت لكم حقيقة انتشار هذا الخبر اللي صراحة دار روينة ودار ضجة في السوشيال ميديا، خصوصا الناس ديال منطقة أكادير اللي كلهم كيتسائلوا كيقولوا واش فعلا، لأن حتى شي واحد ما قال لهم الحقيقة. فهذه هي الحقيقة متابعينا الكرام، يعني عدم توفر المحل على رخصة هو سبب إغلاق هذا المحل هذا، وليس التوفر ديالو على لحوم ديال الحمير. فمتابعينا الكرام خليتكم على خير، نلقاكم فيديو جديد بإذن الله، تكونوا كتشاهدوا انتم بصحة جيدة، فنهاركم مبروك وسلام عليكم.